Mm-hmm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في زمن ان تجاوز فيه الظلم والجور كل الحدود وتعاظمت فيه ألوان وأنواع البغي وقهر الإنسان لأخيه الإنسان بدوافع عنصرية وأيدولوجية وطائفية يغدو الحديث عن العدل كمبدأ وقيمة إنسانية إسلامية أمر أساسي بل ومقصد شرعي أصيل ومع تعرض هذا المقصد الاسلامي الاصيل لبعض الغمز واللمز من قبل اعداء الاسلام، بالاضافه لما يكتنفه من عدم تطبيق على ارض الواقع في كثير من بلاد الاسلام، ناهيك عن سوء فهمه على حقيقته عند بعض من ينتسبون الى هذا الدين العظيم، يتحول تناول هذا الموضوع الى ما يتجاوز الاستحباب او الفضول. فما هو مفهوم العدل في الاسلام؟ وما مكانته في الشرع الحنيف وما هي انواع العدل وما هي مواصفات القاضي الشرعي في الاسلام كيف حدد الشرع شكل الجهاز القضائي في الدولة الاسلاميه وما هو الفرق بين العداله وبين المساواه كما اننا سنناقش جمله مما ورد في بيان تجمع محامون من اجل الوطن في السودان والذي أظهر عددا من الإشكالات في المنظومة العدلية في السودان، ويسعدني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، أهلا بكم شيخنا. أهلا وسهلا سلمكم الله. حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم حول الموضوع في الجزء الثاني من الحلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ ونحن في هذا الزمن الذي تكثر فيه المظالم ويشوب مفهوم العدل الكثير من الإشكالات هل يمكن توضيح مكانة العدل وقيمته في, في, في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلو أذنت لي أخي ويس قبل أن نبدأ باعتبار أن هذه الليلة المباركة هي ليلة الجمعة وهي جمعة غريبة على المسلمين باعتبار أن المساجد قد عطلت في بعض البلاد فأقول بأن الناس عليهم أن يتقوا الله عز وجل ما استطاعوا فليس المسجد شرطا في صحة الجمعة على القول الراجح لما ثبت في صحيح البخاري من أن أبا أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه كان يصلي بالناس في نقيع الخضمات قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كان ثمة مسجد وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس أول جمعة في المدينة في وادي رانونا فيمكن للناس ان يقيموا صلاه الجمعه باعداد قليله خاصه وانه لم يثبت نص قاطع في تحديد عدد للجمعه اللهم الا ان الجمعه يشترط لها الجماعه والجماعه تصح باثنين مع الامام فلو ان الناس اقاموها في غير المساجد حتى لو في البيوت وليست الخطبه بالامر العسير بل يحمد الانسان ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويقرا ايه من القران ويوصي بتقوى الله ثم في الخطبه الثانيه يدعو ثم يصلي الناس ركعتين وذلك لالا تتعطل الجمعة. الجمعه لان النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من التهاون بها واغلب المسلمين والحمد لله عليها محافظون لكن طرا هذا الامر الذي قعد بالناس عن بلوغ المساجد وهذا الحكم إنما يأتي عملا بقول ربنا جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم وأسأل الله أن يزيل الغمة عن المسلمين لا. أما بالنسبة للعدل فهو في اللغة ضد الجور ما كان ضد الجور وقد عرفه أهل العلم بأنه بذل الحقوق الواجبة والتسوية بين المستحقين في حقوقهم والإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله عرفه في الأخلاق والسير بأن تعطي الواجب من نفسك وتأخذه ما وجب عليك تعطيه وما وجب لك تأخذه هذا هو العدل وبالعدل قامت السماوات والأرض يعني الله جل جلاله بين ان الغايه من انزال الكتب وارسال الرسل اقامه العدل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد فالله جل جلاله اقام السماوات والارض على العدل ولذلك كما يقول ابو حامد الغزالي رحمه الله انك ان رفعت طرفك الى السماء وجدتها قائمه بالعدل ما ترى فيها من فطور ثم اذا نظرت الى جسدك وما ركب فيه من اعضاء وجدتها كذلك قائمه على العدل ولكل عضو وظيفته الى اخر ما قال رحمه الله وربنا جل جلاله قد امرنا بذلك فقال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه الآية لما سمعها الوليد بن المغيرة وهو كافر، قال ما سمعت كلاما أجمع لخير يؤتى أو لشر يجتنب من هذا الكلام، وفي القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأن أبغض الخلق إلى الله إمام جائر وأن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يعني إذا حكم عدل وكذلك بين أهله بين الزوجات والأولاد فإنه يعدل وكذلك في ولايته حتى لو تولى على عشرة من الناس فإنه يسير بينهم بسيرة العدل وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كتب لبعض أهل العلم قال له صف لي العدل قال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقوة كل ضعيف ونصرة كل ملهوف والإمام العادل كالراعي الشفوق على إبله يرتاد لهم أطيب المراعي ويكنها من الحر والبرد هذا العدل بمفهومه يعني وهذا هذه النظرة إليه يظهر بأنه قيمة عظيمة في 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 الإسلام. هل الإسلام يميز بين أنواع العدل أم هو فقط العدل الذي يشتهر بين الناس بأنه يعني لا يتظالم الناس فيما بينهم؟ لا العدل أوسع من ذلك فالعدل أولا يكون في علاقتك مع ربك جل جلاله بأن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا ولذلك عدت الشريعة أظلم الظلم الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عظيم ومن العدل كذلك أن يعدل الإنسان مع نفسه ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الشمس والظل ونهانا أن نمشي في نعل واحدة ونهانا عن القزع وهو أن يحلق الإنسان شطرا ويترك شطرا أو يحلق بعضا ويترك بعضا قالوا هذا من حبه للعدل يعدل الانسان مع جسده فيجلس في الشمس او في الظل، ويعدل مع قدميه فينتعل في فيهما او يحفيهما، ويعدل كذلك في عبادته فما يسرف حتى في العباده، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايد سلمان لما قال لابي الدرداء ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق هذا من محبة زورك الش... هنا الزوار الزوار نعم, إيه وسمي الزائر زائرا لأنه يميل ومنه قيل للعضو المائل في العنق زور إيه ومنه قيل لشهادة الزور زورا لأن فيها ميلا مه. عن الحق فهذه المادة مادة الزاي والواو والراء دائما تدل على الميل مه. أو الميلان مه. فالعدل أعم من أن يكون تظالما بين الناس لا العدل في كل شيء حتى نعم. في التعامل مع الحيوان إذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه فهذا كله من محبه الشريعه للعدل نعم موضوع اقامه العدل بين بين الناس تحديدا هل له شواهد واضحه في السنه النبويه نعم السنه النبويه كلها في العدل م. ولذلك تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعدل بين الزوجات وقال عليه الصلاة والسلام من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل لأن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وكذلك العدل بين الأبناء العدل بين الأولاد في الهبة والوصية ونحوهما ولذلك لما اعطى بشير بن سعد ولده عطيه ثم جاء يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريض من زوجي عمرو بن رواحه رضي الله عنها النبي عليه الصلاه والسلام قال له اكل ولدك اعطيتهم قال لا قال فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام امر بالعدل في القضاء ولذلك اخبر ان قاضيا في الجنه وقاضيين في النار وان من ولي القضاء فكانما ذيح بغير سكين وامر صلى الله عليه وسلم بالعدل كذلك في حق الكرامه الانسانيه ما دام الانسان انسانا ولذلك تجد عليه الصلاه والسلام لما راى جنازه قام فقيل يا رسول الله إنه يهودي فقال أوليست نفسا فهذا عدل في الـ 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 مع الإنسان حتى لو لم يكن مسلما موحدا وهذه نفسها التي يعني تتداول الناس أنه درفت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال نفس أفلتت مني هذه تصح؟ هذه ما, ما أعلمها وما إخالها تصح نعم وأيضا من العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر بعظم منزلة الإمام العادل لما قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بدأ بأهمهم وهو إمام عادل لأن الإمام العادل صلاح كل فاسد وقوام كل مائل وقوة كل ضعيف ف ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الممارسة العملية كان أعظم مثال للعدل عليه الصلاة والسلام ومن أجل الصور في ذلك قوله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها في القصة المعروفة قصة المخزومية وكذلك لما أسر السبعون من المشركين يوم بدر وكان فيهم رجل خطيب مسقع وهو سهيل بن عمرو وكان يحرض المشركين على القتال وكلماته تعمل فيهم عمل السحر فلما رآه عمر رضي الله عنه يرصف في الأغلال قال يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه هو الأسنان السفلية هذه الاثنتان فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا هذا أعلى مثال أن هذا عدو لله ورسوله ورعيت حرمته في أو ذلك أو رعيت حرمته وعومل بالعدل ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة تدل على أنه رسول الله صلح. عليه الصلاة والسلام قال له ولعله يقوم مقاما تغبطه عليه فعلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتدت الأعراب وبعض اهل مكه ممن قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ارادوا ان يرتدوا فقام فيهم سهيل خطيبا وقال يا اهل مكه لقد كنتم اخر من اسلم فلا تكونوا اول من ارتد وان هذا امر مظلم لا نور فيه، قضيه الرده هذه وان الله جل جلاله قد ختم النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقام رضي الله عنه هذا المقام ومقام آخر لما جاء هو وأبو سفيان وصفوان بن أمية يستأذنون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا جلوسا عند عمر فجاء بلال وخباب يعني بعض الضعفاء فعمر رضي الله عنه قال تنحى يا حاري أي الحارث بن هشام تنحى يا أبا سفيان تنحى يا سهيل وأجلس هؤلاء لأنهم من السابقين الأولين فورمت أنوف القوم وقال لهم سهيل لا تلوموا عمر ولوموا أنفسكم فإن القوم قد دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم فكان هذا الرجل مثالا للعدل أيضا بأنه ينطق بالحق ولو كان على نفسه وهذا الذي قاله ربنا جل جلاله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء نعم. لله ولو على انفسكم انفسكم او الوالدين والاقربين نعم اذا هي مواقف عديده لكن اقامه العدل بين الناس هل له وسائل وضعها الشرع ام هي متروكه لعرف الناس؟ لا هي لها وسائل وضعها الشرع فاصلا الحاكم ما اوجب الاسلام اقامه حاكم في الناس الا من اجل العدل بالتالي عبارة العدل أساس الملك صحيحة يعني. هي صحيحة ما في شك. آه ليس ليست حديثاً ولا. لا ليست حديثاً هي حكمة لكنها صحيحة وتشهد لها نصوص الشرع. وهذا ال 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 هذا الحاكم أقيم من أجل أن ينتصف للمظلوم من الظالم من أجل أن يمنع اعتداء الناس بعضهم على بعض في الدماء أو الأموال أو الأعراض وتفرع على ذلك إقامة القضاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولي القضاء بنفسه وكذلك عين القضاء فبعث عليا رضي الله عنه قاضيا إلى اليمن وبعث معاذا وأبا موسى وفي عهد أبي بكر كان عمر رضي الله عنه هو المسؤول عن القضاء يمكن أن نقول وزير العدل أو يمكن أن نقول رئيس القضاء ثم في عهد عمر رضي الله عنه كان أبو موسى الأشعري هو أشهر هؤلاء القضاء وكتب اليه عمر رضي الله عنه ذلك الكتاب الذي عده اهل العلم اصلا في 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 هذا الباب اسي بين الناس في مجلسك واسي يعني ساوي اسي يعني ساوي نعم لالا يطمع قوي في باطلك ولا يأس ضعيف من عدلك ولذلك قال علماؤنا بان القاضي يسوي بين الخصوم في الدخول عليه والمثول بين يديه يعني ما يجلس واحد والاخر واقع. قائم مثلا وفي لفظه ولحظه يعني ما يخاطب احدهم ب يا سيد فلان او يا ابا فلان هذه الكلمات التي تدل على أو التقدير او سياده الرئيس ثم ياتي واحد ويقول له سياده او نعم. لا يقول له شيء نعم وانما يخاطبهم على, على السواء كذلك في لحظه يعني في نظره اليهم ثم في سماع في في السماع منهم وهذا القاضي نفسه الذي ينصب علماؤنا رحمهم الله قالوا يشترط فيه ان يكون مسلما بالغا عاقلا ناطقا سميعا بصيرا عالما بالاحكام الشرعيه هذه شروط لا بد منها وينبغي وينبغي ان يكون فطنا ذكيا في غير كبر متأنيا في غير عجله، متواضعا في غير ضعف، وقورا، مهيبا، عبوسا من غير غضب، يعني ما يكون غضوبا لكن ينبغي ان يكون جادا اي يعني يكون عبوسا يعني ما لئلا يتباسط الناس معه ونزيها عما في ايدي الناس يعني ما, ما يطلب من الناس شيئا ولا يتعلق به بصره و التشديد في 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 هذا الامر لان الظلم اذا وصل الى القضاء او الى الاجهزه العدليه فعلى الدنيا السلام. نعم، الـ الـ هذه المواصفات التي تذكرونها كانت تتوفر في عده من ائمه السلف ولكنهم حينما كانوا يعني يدعون الى موضوع القضاء وتولي زمام امره كان يعني تجد القصص كثيره في النفور منه او التعفف عنه ورفضه بل حتى ترك البلد الى بلد اخر حتى لا يلي الـ 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 الامام المعين هذا أو, او العالم القضاء نعم فكيف نجمع بين هذا وذاك هو طبعا هذه الشروط التي ذكرتها آه لا تكاد تتوافر اليوم هذه الشروط التي ذكرتها من ان يكون مسلما بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا عالما بالاحكام الشرعيه هذه الاداب التي ذكرتها من ان يكون آه فطنا آه ورعا آه مهيبا عبوسا يعني الان هي بالتخصص الاكاديمي الذي يتخرج من كليه حتى لو بالتخصص الاكاديمي وهذا هذه ليست عله طارئه وانما هي قديمه <applause> الامام مالك رحمه الله كما نقل عنه ابن فرحون في تبصره الحكام قال لا ارى خصال القضاء تجتمع اليوم في واحد لكن ان وجد شرطان العلم والورع العلم والورع هذان لا بد منهما الآن مما يخفف الأمر أن القاضي ما عاد مجتهدا وإنما هو ينظر في يعني شيء مقنن يعني هناك مواد مفصلة ويستند إليها في قراراته ويستند إليها نعم في أحكامه لكن أيضا له قدر من الرؤية أن يحملها على هذا على هذه المادة أو تلك المادة ما في شك طبعا لا بد أن القاضي يكون يعني متنبها متيقظا لا تنطلي عليه الحيل لكن الأئمة رحمهم الله كالائمه الاربعه وغيرهم الذين نفروا من القضاء انما كان ذلك لملحظين، الملحظ الاول شده الورع والملحظ الثاني وجود من يسد مسدهم م. يعني كان هناك وفره في 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 اهل العلم واهل العدل ممن يقومون هذا لكنه قد يتعين يعني ليس في كل زمان يباح ل الإنسان أن, أن أن يبتعد عن القضاء وأن يزهد فيه بل لأنه من فروض الكفايات لكنه قد يتعين فيما لو تصدى له من لا يحسن وأنت ممن تحسن كالإمامة يعني مثلا بعض الناس ما يحب أن يكون إمامة, إمامة, لكن لو لو أنه رأى أنه يتقدم ليصلي بالناس من لا يقيم لسانه بفاتحة الكتاب فإنه يأثم هذا الذي يتورع ويتقهقر فإنه يأثم لأن الأمر يكون في حقه فرضا متعينا نعم الجهاز القضائي في يعني المنظومة ال الإسلامية هل له مواصفات معينة أم هو مثل الجهاز القضائي الآن يعني الآن تعتمد الدول قضية مبدأ الفصل بين السلطات والسلطة القضائية تكون منفصلة لكنها بشكل أو بآخر في العادة في بلداننا تصبح تابعة للجهاز للدولة للجهاز التنفيذي نعم هو طبعا الإسلام جاء في هذا بمبادئ عامة وقواعد كليه لكن التفصيل في تكوين هذا الجهاز انما هو متروك لما يراه الناس مما يحقق الغايه الشرعيه، الشان في ذلك شان الشورى، الشورى ايضا الاسلام امر بها لكن كيف تكون؟ هذا متروك لنا، طلب العلم الاسلام امر به، لكن بعد ذلك ان يكون في مدارس نظاميه أو عن بعد أو, او عن بعد او في حلقات علميه او ب ب بما يخترعه الناس هذا متروك لهم، مه. قل مثل ذلك الاسلام امرنا بالجهاد لكنه ما الزمنا ان يكون بسيف ورمح وترس ونبل وما الى ذلك، وانما هو متروك ايضا للزمان والمكان والطاقه، واعدوا لهم ما استطعتم، مه. ما استطعتم هكذا، وقل مثل ذلك في اشياء كثيره، ايضا لو ان الناس ارتأوا ان ينظموا الجهاز القضائي حيث يكون هناك محكمه درجه اولى او محكمه موضوع ثم بعد ذلك يترقون الى محكمه استئناف ثم الى محكمه عليا ثم دائره اختصاص في القضايا الكبيره وما الى ذلك فهذا كله متروك للناس لكن الفصل بأن القاضي لا يكون تابعاً ل أو, أو أو عاملاً عند السلطان هذه مثبتة شرعاً لأن السلطان نفسه تحت القاضي يعني <applause> السلطان نفسه قد يجر ليقف أمام القاضي مثلما وقف علي رضي الله عنه أمام شريح وهو أمير المؤمنين وحكم عليه في قصة الدرع المعروفة مع اليهودي <applause> نعم. و… ولذلك ما يمكن أن نقول بأن القاضي يكون تابعاً له للسلطان أو وقضية التبعية المالية يعني هناك بعض الناس يعني يقول لك إذا كان القاضي سيتلقى راتبه وأمواله من السلطان فهذا يعني يقدح في استقلاله لا فيه. ما يقدح في استقلاله ما شأنه إمام المسجد مثلا سلطان قد يكون تابعا له يأتي يصلي خلفه لكنه يأخذ راتبه شأن شأن الموظفين العاملين في الدولة فال... البعض يستدل يقول اصلا كانت المنظومه القضائيه تعتمد على اوقاف خاصه بها في في التاريخ الاسلامي. هذا هذا هو الوضع الامثل م -م. لكن الان لو اقتضى التنظيم الدوله الحديثه بان يكون القاضي واحدا من الموظفين شانه شان غيره ويفرض له عطاء يليق بمنصبه لا مانع من ذلك لكن لا يقتضي ذلك ان يكون ان تكون له تبعيه في الجهاز التنفيذي ولا يصبح أداة بيده بيد نعم. الجهاز التنفيذي الشرع يعني كيف يميز بين قضية العدالة وقضية المساواة بين الناس يعني هذه تطرح كثيرا أن الناس تبحث دائما عن المساواة مساواة بين الجنسين المساواة في الحقوق والواجبات وما شابه ذلك لكن الإسلام لا يتحدث كثيرا عن المساواة إنما يتحدث عن العدالة هي طبعا المساواة هي الغاية من العدل المساواة هي نعم كما ذكرت هي غير العدل فإن الـ 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 العدل هو التسوية بين المتساويين والتفريق بين المفترقين تسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين هذا هو العدل لكن العدل الغاية العليا منه تحقيق المساواة لذلك مثلا تجد من صور العدل في شريعة الإسلام المساواة بين الجنسين في أغلب الواجبات الشرعية وفي الإثابة عليها طيب المساواة بين الناس في حرية إبداء الرأي دون نظر إلى جنس أو لون أو معتقد أو معتقد دليل ذلك قول ربنا جل جلاله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشيك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أيضا من صور المساواة المطلوبة في الـ 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 التي هي قمة العدل المساواة في الكرامة الإنسانية فلا يحل تعذيب أحد من الناس ولو كان ما كان لعلنا <applause> نواصل في هذا الباب ولكن بعد فاصل قصير فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ قبل الفاصل كنا نتحدث عن قضية العدالة والمساواة وذكرتم صورا كثيرة من المساواة في الشرع هل ما زالت هناك صور أخرى لا بد من إشارة إليها؟ نعم هو من الصور التي لا بد منها أن يكون الناس أمام القانون سواء فلا شريفة ولا وضيع لكن الناس سواء امام القانون سوى بعض الحصانات التي تمنح للوزراء وللرؤساء وللعسكريين والامنيين وغيرهم والدبلوماسيين وال لكن هذه الحصانه ليست ليست مطلوبه لهم؟ الحصانه مطلوبه بقدر ما يعين على اداء العمل. لكن الحصانه التي تمنع من مقاضاته التي تمنع من مساءلته في حق عام او في حق خاص هذه ضد الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لما أمكن من القصاص من نفسه عليه الصلاة والسلام في قصة سواد بن غزية لما صعد على المنبر قبل أن يموت بتسع ليال عليه الصلاة والسلام قال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري من كنت أخذت له مالا فهذا مالي من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي ولا يقولن قائل اخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي لي بخلق هذا كله يدل على ان هذا الامر ما ضد العدل قضيه الحصانات هذه التي تمنع من المؤاخذه تمنع من القضاء تشكل حمايه تتيح لصاحبها ان يظلم وان يتعدى ليست من الدين. لكن الوزير اذا كان كل يوم ترفع عليه دعوى قضائيه ويستدعى الى المحكمه ويرجع ويتابع ولماذا لماذا نتصور انه في كل يوم سترفع عليه دعوى يعني قضائيه؟ يعني في اوضاع الاضطرابات والاحوال ربما يكون هناك يعني اناس فقط يرفعون الدعاوى القضائيه يمكن, يمكن ان ينيب ما في مانع ان انيب من يمثلني امام القضاء لكن الا يشترط مثوله اذا كان متهما؟ لا ما يشترط مثوله الان حتى في الانظمه القضائية المعاصرة، هناك إطلاق سراح بالضمان، ثم بعد ذلك لا يشترط أن يأتي بنفسه، يمكن أن يوكل من ينوب عنه، يعني أنا أقصد بأن الناس يمكن أن يضعوا من الأنظمة والضوابط ما يتيح إقامة العدل دون أن يعطل دولاب العمل. لكن إذا خرج عليه حكم قضائي، ربما يكون الحكم الذي يخرج عليه في قضية خاصة وجوده في العمل العام أكثر فائدة للمجتمع. يسجن في قضيه خاصه هذا ليس من العدل هو هو وجوده ليس افيد من وجود علي رضي الله عنه م. الذي حكم عليه بل وجوده ليس افضل ولا مثل ولا اذا يعني اذا حكم عليه في قضيه ماليه او شيء ربما يكون الامر سهل لكن اذا كانت قضيه مثلا تستدعي حبسا او سجنا او كذا طيب اذا هذا نقنن للظلم اذا م. قلنا بان هذا الرجل ذو فائده ربما يكون خبيرا في مجاله كفاءة ربما يكون خبيرا ربما يكون يعني نادرا وهذا كله ضد كله ضد العدل نعم نعم فاذا من المساواة مساواة في ان الجميع يخضعون للقانون بدون تمييز ولا حصانة ولا ما شابه يكونون سواء امام القانون الحصانات التي تمنح للقوات الامنية احيانا يكون مردها ان هذه القوات تقوم بمهام خطيرة واحتمال الخطأ منها يكون واردا وبالتالي يعني تسعى هذه الأجهزة للحفاظ على كوادرها لكي تضمن استمرار انصياعهم لأوامر القادة نعم هو الخطأ أخي ويس وارد م -م. وقد حصل من الصحابة رضوان الله عليهم فإن الوالد ال 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 حذيفة بن اليمان حسيل بن جابر رضي الله عنه قتل خطأ يوم أحد وكذلك ال 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 خالد رضي الله عنه قتل بني جذيمة خطأ الخطأ وارد من القائد وارد من لكن أن أن يعذب إنسان حتى الموت ما يمكن أن نقول أن هذا خطأ وإنما هذا فعل متعمد توافرت فيه يعني إرادة إيقاع الأذى بهذا الإنسان فها هنا وجود الحصانة التي تمنع مقاضاة يعني هؤلاء الأشخاص ومن كان مثلهم هذا ضد العدل نعم. يقينا نعم. الضامن لتحقيق العدل في, 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 في الدولة هو فقط وزير العدل أم مثلا النائب العام أو رئيس مجلس القضاء أم رئيس الدولة يعني على من تقع مسؤولية العدل الضامن لتحقيق العدل إقامة شرع الله فلا يتصور العدل مع تغييب شرع الله عز وجل هذا من حيث المبدأ هذا من حيث المبدأ شرع الله عز وجل يلزم أن يكون العدل قيمة مشتركة بين الناس جميعا يعني كل ذي مسؤولية فإنه يعدل في من في من تحته فيشمل ذلك الـ 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 الإمام الأعظم الرئيس أو الأمير أو السلطان أو الملك سمه كما شئت <applause> ويشمل ذلك من تحته من المستوزرين ومن المديرين ومن المحافظين وغيرهم فكل منهم يقيم العدل في من, في من تحته ويشمل ذلك أيضا القضاء نعم حينما يقع الظلم في الجهاز القضائي هل يتحمل مسؤوليته القضاء فقط الذين يباشرون هذا الظلم هو طبعا ال ال يتحمل المسؤولية أولا من عين هذا القاضي دون أن تتوافر فيه الصفات دون أن تتحقق فيه الشروط لكن لو أن القاضي فيه الشروط وفيه المواصفات ثم بعد ذلك جار نعم. وظلم فإنما إثمه على إثمه على نفسه. والذي وظفه يفترض أنه يقيله. والذي وظفه أبقاه... إذا, إذا إذا أبقاه مع علمه بأنه ظالم فهو شريكه. مم. هو شريكه في هذا الظلم. طيب ولو أتى المسؤول أصلا الحاكم بشخص من البداية يكون مسؤولا عن جهاز القضاء وعليه أصلا ملاحظات أو تهم أو ما شابه. نفس الشيء. مم. نفس الشيء إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام عدّ ذلك من تضييع الأمانة. أن يتولى القضاء من لا يصلح إما لتخلف شرط أو لوجود مانع وقل مثل ذلك أن يتولى الوزارة أو يتولى المسؤولية من, من ليس كفءا لها من لا فاعلية له هذا كله من تضيع الأمانة هل هناك أحوال يراها الشرع بأنها لا بد فيها من تدخل القضاء ولا يصلح فيها تعافي الناس بينهم؟ هو بالنسبة لحدود الله عز وجل التي هي حق لله خالص لا عفو فيها، لا يملك الانسان فيها العفو، ولذلك صفوان بن اميه رضي الله عنه لما كان نائما في المسجد وقد توسد قميصه فجاء لص فجذب القميص فانتبه له صفوان وامسك به واتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقوم القميص فبلغ ثمن مجن فامر بقطعه، فقال صفوان يا رسول الله وهبته له. يعني خلاص القضية دي اللي مها كما يقول الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام: هلا هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. ده بالنسبة لحقوق الله جل جلاله، كحد السرقة، كحد الخمر، كحد الزنا، حد القذف فيه خلاف، والصحيح أن فيه شائبة من حقين، يعني حق لله وحق للآدمي أما بعد ذلك حقوق الآدميين فإنه يؤثر في العفو حتى بعد ما تصل إلى الخضر. القضاء زي القصاص مثلا يعني هب أن فلانا قتل لي والدا أو ولدا وتقاضينا وصدر الحكم بالاقتصاص منه إلى أن بلغ مرحلة التنفيذ يمكنني أن أعفو لا يعني طيب مصطلح الحق العام ال الذي الدارج في زماننا هذا بأن هذا الأمر حق عام حتى لو عفي عن الحق الخاص فإن الحق العام لا يسقط هذا موجود موجود في الشريعة مثلا الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن القتل غيلة يعني بنوع من الغدر والاستدراج هذا لا يتعلق به حق أولياء الدم بل هو حق عام يعني حتى لو عفى أولياء الدم كان في زمان مالك رحمه الله رجل وامرأة لهم ولدان وكان الاصغر منهما بارا بوالديه بخلاف الكبير وهو محل عنايه من والديه بسبب هذا البر فنفس عليه الكبير حقد عليه فاستدرجه فقتله <applause> فبعد ذلك لما رفع الامر للقضاء الوالدان قال قد فجعنا في الصغير فلا نفجع في الكبير قد عفونا فمالك رحمه الله ابى واضرب عن عن التعليم يعني دخل في اضراب بانه لا يتحدث بالعلم ولا يفتي الناس حتى ينفذ حكم الله في هذا في هذا القاتل، بان الوالدين ها هنا الامر ما تعلق بهما بهما وانما هو حق عام، م. لان هذا يتعلق بحفظ الامن من اجل ان ينتهي الناس عن مساله القتل غيلة هكذا. نعم، هذا يقودني الى سؤال اذا كان هذا فعل الامام مالك هل للعلماء دور في قضيه اقامه العدل وان لم يكونوا قضاه؟ والله إذا كان الظلم يتأتى من العلماء فغيرهم من باب أولى لأن الصنفين إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء فإذا كان العالم ما يعدل في فتواه بمعنى أنه إذا جاءه مسيكين فإنه يشدد عليه فإذا جاءه ذو مال أو سلطان فإنه يبحث له عن الرخص هذا ظلم والناس يلاحظون هذا لو وجدوا بانه في فتواه يميل مع السلطان حيث مال يميل مع السلطان حيث مال وكما قيل لا خير في امرئ متلون اذا الريح مالت مال حيث تميل فلو انه كان ميالا في فتواه فهذا ايضا من الظلم نعم ولذلك يعني ما احوجنا في زماننا وأقول لإخواني من معشر العلماء والدعاء ما أحوجنا في زماننا إلى صور من العدل من هذه الصور مثلا العدل مع أصحاب المعاصي يعني لو أن إنسانا عاصيا فعل ما فعل ثم جاء نادما تظهر عليه ليس من العدل أبدا أن يعنف أو يذكر بماضيه أو يذكر بماضيه أو أنه يشدد عليه وإنما العدل ها هنا يقتضي أن نذكره برحمة الله ايضا من من صور العدل المطلوبه في زماننا العدل في ايصال المعلومه، ليس من الحكمه ان نتقعر في 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 كلماتنا ولا ان ناتي للناس بالغريب من المصطلحات والحوشي من الكلام، وانما نبسط للناس المعلومه، هذا هو هدي النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم مع الناس، وهو اعلم الناس عليه الصلاه والسلام، م. ثم من العدل كذلك ان يسر على الناس فيما لهم فيه سعه فيما وسع الله عليهم فيه لاننا في زمان قد رقت فيه الديانه وكثر فيه التفلت فليس من العدل ان نشدد على الناس نعم أه هنا يعني استوقفني بيان صدر بالامس من تجمع محامون لاجل الوطن في السودان ورفعوا مذكره لرئيس المجلس السيادي هناك عبد الفتاح البرهان ويشكون من تجاوزات في الجهاز العدلي وذكروا نقاطا كثيره لعلنا نمر على بعضها بالتعليق يعني بالتناسب مع هذا الموضوع الذي نناقشه اليوم نظري ما ذكروه في بيانهم يقولون ان الفصائل الحاكمه الان تستغل الاجهزه العدليه في تصفيه الخصومات السياسيه وهنا يعني هل يسوغ للحاكم ان يستخدم جهاز القضاء في تصفيه خصومه السياسيين مع ملاحظة أنه أحياناً قد يكون للحاكم رأي بأن هذا الخصم السياسي يعني وقع منه إفساد في البلد أو كذا وتحت هذه الذريعة هو يحرك الأجهزة العدلية لتصفيتهم. هو يا أخي ويس نحن عندنا قاعدة عندنا قاعدة أن القاضي دعك من الحاكم القاضي لا يقضي بعلمه. <applause> القاضي نفسه كيف لا يقضي بعلمه لا يقضي بعلمه بمعنى أن القاضي رأى رأي عيني فلانا يفعل كذا ليس من حقي أن يأتي بفلان ويقول له حكمت عليك بكذا وأنا رأيتك كذا نعم ليس له هذا ليس إلا له. يأتي شهود آخرين على القضية أن شا... القضية تكون عند غيره ويتقدم هو شاهدا فقط فقط مم. فكون أني حاكم الآن أعلم بأن ويسن قد أفسد مم. فأقول لا بد أن يصفى ولا بد ان كذا إيه هذه تفتح بابا للفساد لا يسد مم. هذا اصلا لا يتصور معه عدل وانما لو كان العدل منشودا فان هذا الذي يعلم بان فلانا قد افسد فانه يقدم بيناته ويذهب شاهدا لقاضٍ اخر يكون مستقلا او لقاضي هذا هذا الحاكم الان سواء كان وزيرا او رئيس وزراء او عضو مجلس السياده او رئيس مجلس السياده يتقدم شاهدا ما المانع نعم. من ذلك اما ان يستغل لا القضاء ويوجه كلاء النيابات او يوجه النائب العام او يوجه كذا من اجل ان آه يحكم على فلان يحكم او يحاسب فلان او كذا آه هذا لا يسوغ نعم. ايضا من ضمن ما جاء في هذا البيان يقولون هناك تجاوزات عظيمه لم يشهدها السودان من قبل في تعيين قيادات الاجهزه العدليه ربما هم يشيرون في الثنايا إلى أنه مثلا عين النائب العام وهو يعني تشير المعلومات إلى أنه شيوعي وبحكم قربه من المنظومة الحاكمة تم تعيينه في هذا المنصب وأيضا أزيلت قيادات من المستشارين أو كبار المستشارين في القيادات يعني في في القيادات العدلية أو الأجهزة العدلية واستبدلوا بآخرين ممن هم يعني يكونوا متوافقين مع التوجهات نعم. نعم. فما هي الضوابط اصلا في القيادات العدليه انتم ذكرتم صفات القاضي المسلم هل كلها تنزل الان على القضاه في هذا الزمن والأم... ام هناك حد اخر نعم القيادات العدليه وغيرها اخي ويس ينبغي ان يكون المعيار الذي يعني يختارون على اساس منه معيار الكفاءه والفاعليه يعني ان يكون كفء لهذا المنصب بما نال من شهادات بما نال من علم بما نال من خبرات وأن يكون فاعلا في منصبه ما يكون إنسان يعني كسولا قعودا يضيع حقوق الدين والدنيا لكن إذا كانت أصلا السلطة الحاكمة التي أتت هي تريد أن تزيل آثار ما يسمونه التمكين آه الذي كان موجودا هذا هو الخطأ يعني الآن هم يحتاجوا أن يكون شخص قاضي من طرفهم يكون فاعلا في هذا الملف أبدا هو الآن يا أخي الكريم الدول التي استقرت وإن لم تكن مسلمة ما تجد فيها مثل هذه الممارسات يخلف الحزب حزبا وياتي الحاكم بعد حاكم ما يتعرضون لهذه الوظائف يعني لكل انسان ميله ولكل انسان اختياره لا يسلم من ذلك القاضي ولا يسلم من ذلك يعني غيره لكن المفروض هذه تكون منظومه يعني ثابته وعندنا قانون مدون وعندنا ضمير يراقب وعندنا بعد ذلك مسؤولين عن هذه الاجهزه، اما ان اتي انا حاكما فاتي بمن كان من قبيلي او من فكري واعمل على ازاحه غيره فسنبقى في هذه الدوامه الى ان يقضي يعني الله امرا كان مفعولا. من ضمن ما ذكر في البيان والبيان طويل كان يعني ذكر انه تم تعطيل 15 من اصل 20 من حمله الدكتوراه من مجموع المستشارين بوزاره العدل. لا. وهؤلاء يعني ذكر البيان تفصيل كثير في ان هؤلاء مكثوا سنين في الدوله يعني يبتعثون ويتفرغون للدراسه وتصرف عليهم الدوله حتى يصلوا الى هذه هذا المكان. راجع للامر الذي سبق بان هذا فيه اهدار لثروات بشريه، ثروات علميه. فإن هؤلاء الناس قد أنفق عليهم من من مال الأمة <applause> وذهبوا وتخصصوا وكذا فأنا أقول الآن المنظومة العدلية ليست بريئة وعندي شواهد بل ربما بعضها يتعلق بي بأن يصدر أمر قبض على إنسان ربما قذفني في عرضي <applause> ثم بعد ذلك يصدر توجيه من النائب العام كتابة بحفظ هذا الملف وألا يحال إلى المحكمة إلا بأمر منه توجيه لوكلاء النيابات سبحان الله هذا النائب العام بأي وجه سيلقى ربه هم أيضا أشاروا إلى مثل هذا قالوا إن النائب العام لا أنا أنا ما أقول عن بياني أنا أقول هذا عن شيء عن واقع نعم. وأنا أريد تعليقك أصلا هم يقولون أن النائب العام عطل عمل وكلاء النيابة بتهميش معلوم واهدر اموال الدوله بالانفاق على اللجان الحزبيه التي تباشر التحقيق وان النائب العام يلاحق اعمال وكلاء النيابه الادنى بالتوجيهات المستمره المخالفه للقانون مما حرم اصحاب الحقوق من فرص الاستئناف. هذا نعم هذا بغير شك حاصل. هذا حاصل وهذا واقع وهذا هو الظلم حينما يقع مثل هذا من النائب هذا العام هذا الظلم يعني انا ابشره هو ومن كان مثله بان هذه الدوله الى سقوط لان الظلم هو اول مسمار في نعش الدول فان الله جل جلاله لا ينصر الدوله الظالمه ابدا يعني دعك من الاحكام التي غيروها والقوانين التي بدلوها والسنن التي اماتوها لكن هذا الظلم الذي يوجهونه الى من يرونه خصما لهم او لا يسير في ركابهم هذا مؤذن بزوالهم ان شاء الله أن منصب النائب العام هذا هل هو له مكافئ في 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 المنظومه الشرعيه هو انا سبق ان قلت لك بان تنظيم التفاصيل يعني هذه التفاصيل هذه, هذه متروكه للناس لكن هو النائب العام في المجمل يتولى القضايا الحق العام يعني هو هو يباشرها نعم هو يباشر هو يباشر عن, عن المدعي الدوله نعم المدعي العام يباشر عن الدوله والنائب العام ينوب عن ال ال الدولة, ال الدوله نعم, نعم. ايضا مما ذكر في ان الاجهزه العدليه تستخد تستخدم في تا... هم يشتكون المحامون يقول ان الاجهزه العدليه اصبحت تستخدم في تنفيذ قرارات سياسيه في عده مجالات مثل الفصل والاحاله للمعاش ذكروا طبعا ذكروا الفصل التعسفي لاسباب سياسيه والاحاله للمعاش وسحب تراخيص منظمات وايقاف انشطه كل ذلك لاسباب سياسيه هل يسوغ للحاكم ان يفعل مثل هذا اذا كان اصلا رايه ان هذا الامر لمصلحه البلد هو باخي الكريم الان نحن عندنا والله من الماسئ العجيبه مثل الان منظمات كانت عامله في كفاله الايتام في ايواء من لا ماوى له في القيام ببعض الواجبات التي هي على الدوله نعم وهذه المنظمات بجره بجره قلم وفي ليل بهيم ألغيت تراخيصها جمدت ارصدتها صودرت ممتلكاتها حوصرت مبانيها وضعت الشرطه على ابوابها والى الان وتركت الامر هكذا. قائم ثم قيل في التعليل وهذا قبل اربعه اشهر او خمسه اشهر بان هذه المنظمات ستخضع للمراجعه وال... ثم الى الان لا مراجعه ولا يحزنون ومما يندى له الجبين ان تذهب عضو المجلس السيادي للمنطقة التي سموها حجرا صحيا نعم. وهي ادعى لحصول الامراض الأرض. فانهم ملقون على الـ على الـ الارض نعم كما ظهر ذلك في مقاطع الفيديو مختلفة، نعم لا رعايه ولا عنايه ثم بعد ذلك اطالب الناس ب امدادهم وبالعصائر وما الى ذلك يعني سبحان الله المنظمات التي كانت يعني تعد وتدخر لمثل هذا وغلقت ابوابها وعلقت اعمالها وبعد ذلك الايتام وغيرهم فليذهبوا حيث الاحصائيات يذهب. شيء الى ألف يتيم نعم كان يعني كان يخدم بواسطه هذه الامور يعني سبحان الله اي ظلم ابلغ من هذا نعم. يعني انا اقول هذا الكلام لو كان في القوم عاقل من اجل ان يتدارك مه. هذا الظلم ويمنعه نعم عموم هذا التحكم في الجهاز العدلي يعني ونحن في ختام الحلقه هل هناك وسيله لكي نحفظه من الوقوع في مثل هذه الاشكالات؟ والله الجهاز العدلي يحفظ بان يتواضع الناس كل الناس على اختلاف احزابهم وجماعاتهم وافكارهم بانه مهما حصل من تغيير من تبديل من مجيء هذا من ذهاب ذاك بأن لا تمتد إليه يد من أجل أن تبقى له استقلاليته وتحفظ له حرمته ويستطيع القائمون عليه إيصال الحق إلى كل ذي حق شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة وفي الختام إنما نراه اليوم من تفش للظلم وانتشاره في مشارق الأرض ومغاربها وغياب شبه كامل لقيمة العدل اللهم إلا في بعض المجالات وفي بعض البلدان وعلى بعض الناس دون بعض إنما مرده إلى ابتعاد الناس عن دين الله الحق الإسلام الذي يعتبر المصدر الاصيل للعدل والنموذج الافضل لتطبيقه وتنفيذه. الدين والحياه نناقش فيه دائما اشكالات الحياه لاننا نعتقد جازمين ان الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم واسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.